بيجيب جوان على طول وتألق في مباريات منتخب مصر في أولمبياد فرنسا 2024، ومفيش تسديدة إلا وبتدخل جون، وده كله بدعاء الوالدين. وبدأ يلعب كورة من وهو عنده 5 سنين، ومن كتر عشقه للكورة كان بيلعب مع دوري المدارس لحد ما بقى من هدافي منتخب مصر الأولمبي. حكاية محمود صابر لاعب المنتخب المصري الأولمبي ونادي بيراميدز، إزاي بدأ الكورة من وهو صغير، وإيه حكاية دوري المدارس، وهل ممكن يحترف، وهل هيروح الأهلي، وليه موهبته مظهرتش مع بيراميدز، كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. ابن محافظة كفر الشيخ ودخل قلوب 100 مليون مصري بعد تألقه في منتخب مصر الأولمبي، واتشهر بتسديداته الاحترافية، وكتير شايفينه بعد تألقه هيسافر برا ويبقى خليفة محمد صلاح. كلامنا هنا عن محمود صابر واللي اتصدر اسمه الترند خلال الساعات اللي فاتت بعد تسديداته اللي بتوديك المنتخب المصري في حتة تانية خالص، واللي بأسراره وحلمه بيقرب حلم أولمبياد فرنسا 2024. وطلع عمه بابا في تصريحات صحفية بيوجهوا ليه رسائل اللي هو وفريق منتخبنا العظيم، قالوا فيه انهم بيدعوا ليه بالتوفيق، واكدوا ان محمود مصمم انه يصعد امام فرنسا، وانه بيعمل كل اللي افتقته علشان هو وفريقه يفرحوا 100 مليون مصري. والد محمود صابر بيقول ان في رحله كفاح عاشها ابنه من اول ما هو عنده 5 سنين، وكان بيلعب مع اصحابه اللي اكبر منه علشان بس يظهر موهبته، ومش بس كده، ده كان بيشارك في دوريات الكوره بتاعه المدارس، واول ما بيشارك فيها كان بيجيب جوان على طول، ومفيش تسديده بتعدي منه الا وجت جون، ودايما طول ما هو معاهم كانوا بياخدوا المركز الاول في الدوريات دي. ودوريات المدارس دي كانت وش السعد عليه، واختاروه من ضمن مجموعه من اللاعبين علشان يلعب في نادي نجوم المستقبل، وهنا كانت نقطة التحول في حياته كلها، ومهاراته ظهرت أكتر وأكتر، وتميز بتسديداته الرائعة لحد ما كان هداف الناشئين بنادي النجوم. وبعد 7 سنين من لعبه وتألقه في نادي نجوم المستقبل، اتنقل لنادي بيراميدز وهو عنده 19 سنة، وظهرت مهاراته في الناشئين وبعدها في أولمبياد باريس 2024. محمود بيحلم يلعب في أوروبا، وناس كتير بعد لعبه في المنتخب الأولمبي وإنه سجل أكتر من هدف، وده غير تسديداته اللي بيحطها بس ما بتجيش، بيتوقعوا ليه إنه هيحترف ويكون خليفة محمد صلاح. وعم محمود أكد إن حلم محمود إنه يلعب في الدوري الأوروبي، وده طبعاً لموهبته الكروية اللي مش عند لعيبة كتير، واللي بتأهله بلا شك لأندية كبيرة في أوروبا. وعم محمود بيحكي خلال تصريحات صحفية إنه كان في فرصة في 2019 إنه يلعب في نادي بنفيكا البرتغالي، ولكن بسبب العزل المنزلي والتغيرات اللي حصلت في العالم كله ما حصلش نصيب، لكن الفرصة ممكن تكون قريبة جدا منه بعد التألق الأخير. وناس كتير فخورة بيه وشايفين انه مظلوم في بيراميدز، وانه بحاجة للدعم من فريقه اول ما يرجع، وانه ممكن ينقل الفريق لحتة تانية خالص لو اتحط في المكان الصح، هيعمل نقلة كبيرة في تاريخ كرة القدم لبيراميدز، وده بشهادة الجميع، خاصة وان الكل شايفين فيه محمد صلاح الصغير اللي لو سافر بره واحترف هيسيب بصمة كبيرة قوي، وهيبقى فخر مصر والوطن العربي. كمان اتقال كلام عن ان الاهلي كان عايز يتعاقد معاه بس بيراميدز رفض. يا ترى كنت تعرف محمود صابر ولا لا؟ وايه رايك في اداء محمود في منتخب مصر الاولمبي؟ وتتوقع تاهلنا للنهائي ولا لا؟ شاركونا في التعليقات.